بسم الله الرحمن الرحيم. قرية كويت الخير السكنية للأسر السورية المتضررة، مقدمة من الرحمة العالمية بجمعية الاصلاح الاجتماعي بدولة الكويت، حيث تتألف من 96 مسكنا. كما قمنا بإسكان عدد من العائلات السورية النازحة من أبناء الشهداء والمتضررين، وقمنا بتوزيع بعض الهدايا للأطفال. كل الشكر للرحمة العالمية بجمعية الاصلاح الاجتماعي بدولة الكويت، تنفيذ جمعية الهدى الخيري، سوريا، ريف أدلب، كفرنبل، رمضان 1435 للهجرة، 2014 ميلادي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الرحمة العالمية الكويتية لتأمينها المنازل في بلدة كفرنبل، ونحن نازلون من قرية كفرنبل. نشكر الرحمة العالمية اللي أمنوا لنا هالسكن، كنا ضايعين ما نعرف وين نروح. الله يعطيهم العافية ومشكورين، والله يوفقهم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مشروع قرية كويت الخير السكنية المقدم من الرحمة العالمية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت، وهي عبارة عن 96 مسكن، وقد قمنا بإسكان بعض عائلات النازحين والشهداء. هذه هي المساكن، وقد قمنا بتوزيع بعض السلال الغذائية وبعض الهدايا للأطفال. جزاكم الله كل خير، وهذا العمل بتنفيذ جمعية الهدى الخيرية، رمضان 1435 للهجرة، 2014 ميلادي. اهلا وسهلا بكم في مشروع سكن ايواء النازحين من مدينه كفرنبل وريفها، ونشكر الرحمة العالمية التي قامت بتنفيذ هذا المشروع في مدينه كفرنبل، وتم تسكين عدد من العائلات النازحه الى المدينه، وتم تأمين السكن اللازم لها. نشكر الرحمة العالمية ونقول باسم مدينة أهالي كفرنبل والنازحين في هذا المشروع شكرا لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع.